الرئيسية الرابعة. تفضل. قدام. كل شيء بطل. آخر ما كي. ما تحكش. آخر ما كي. آخر ما كي. We are with you friends. آخر ما كي. آخر ما كي نخوش. شوفوا الشكل شوفوا دابا شوفوا شو. زروا الحيسير. زروا الحيسير هو الرابعة. هذه حالتنا النهار كامل كنتسناو باش يدخلو من الحدود ديال بولندا والو ما كاين والو كيدخلو غير الاوكرانيين وكاع لي زيتخونج كيرجعوهم المهم حنا خدينا تقريبا 23 ساعة من مدينتنا لفيف ومن بعد خدينا تاكسي ما وصلناش حتى البلاصة اللي نورمالمون خصنا وصلنا حتى الشطاط كانت محبوسة عاودنا مشينا 20 كيلومتر على رجلينا في البرد مكتعرفش شنو غيطلعلك ولا فين غادي غير غادي وصافي في الاخر وقفنا في الصف شي 7 سوايع ولا 8 سوايع حنا واقفين والو مكاينش كيدخلو غير الاوكران كيقولو الاوكران اجيو للجزيرة اللي عندو الدراري الصغار اجيو اجيو الاوكرانيين الموالات وحنايا الناس وصلو حتى لداخل وكنرجعوهم ما عرفش زعما شنو خصني نديرو حنا دريات حنا مولفينش بحال هكايا ومولفينش هاد الحالة ديال الحرب اصلا حنا مخلوعين وخلينا كلشي مورانا 4 سنين ديال القراية كلها خلينا مورانا بغينا غير نخرجو من هنايا مزيانين ولكن ما قلت انا دابا شي حل بغيت نعرف شنو خصنا نديرو بغيت نعرف فين هما دوك الناس اللي خصهم يدخلونا ولا خصهم يتلقاو لينا هادشي اللي بغيت نعرف حنا ميمكنش لينا نبقاو هنا حنا بعاد بزاف باش غتعاودي ترجعي اصلا ما عندناش حتى القدره باش غادي نرجعو صافي كاع ديك الصحه اللي كانت عندنا وداك اللي انا رجل ديالنا سالينا هاد الطريق 20 كيلومتر حنا جايين على رجلين دابا خصو يلقاو لينا شي حل حنا ما غاديش نرجعو من هنايا حتى نخرجو كلشي المدن مدينتنا كتضرب كلشي المدن الكبار كيضربوا ما غاديش نقدروا نرجعوا هنا شويه امان ولكن ما كاينش حتى شي حد غادي نبقاو بحال هكايا ما عرفناش شحال من يوم غنبقاو بحال هكايا